قصة صادمة أعادت للأذهان مجددا أسواق العبيد، ضاحية جديدة شهدتها جنوب السودان جراء الحروب والصراعات والفقر. أب تجرد من مشاعره وعرض طفلته القاصر للزواج لمن يدفع أكثر. اندلعت حرب مزايدة على فيسبوك بين 5 رجال، وقعت الكارثة وبيعت الطفلة مقابل 3 سيارات و500 بقرة، وفي زفافها جلست الطفلة بلا روح لتشهد عرسها. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالانتقادات اللاذعة، فيما حاولت فيسبوك الدفاع عن موقفها وأزالت الإعلان على الفور، ولكن جاء ذلك بعد أن تمكن الأب من بيع ابنته.